رجل توفي عن زوجة وأولاد. مش الأولاد؟ أولاد بنات و... وبنين. وبنين. نعم. وتبين لهذا المال زكاة. فهل يجوز إخراج يعني يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ يعني تبين أن الميت عليه زكاة ما أداها. ما أداها. فهل يجوز نعطي أولاد بناته من زكاته؟ نعم. يعني يصيرون خوالة ويعني خالاته. أولاد البنات ما يرثون. أولاد البنات ليس لهم ميراث. يرثون أمهم. أمهم ما ماتت. موجودة نعم. أي. والزكاة فيجوز أن نعطيهم من الزكاة. من زكاة الميت. لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة، يعني أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة. هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال. أين؟ فيقول هل نعطيها أولاد البنات أو لا؟ نعم. يقول ما في بأس. جزاك الله.